هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو. أقل من نصف البلديات السويدية توفر سكنا دائما للقادمين الجدد حسب تقرير لمجالس البلديات. محاكمة قيادي في أزدة لنشره تعليقات ضد المسلمين. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس. الوضع السكني صعب بالنسبة للوافدين الجدد الذين لا يحصلون على عقد سكن دائم حسب تقرير جديد صادر على المجالس الإدارية للمقاطعات السويدية. التقرير بيّن أن أقل من نصف البلديات توفر سكناً دائماً للقادمين الجدد بعد انتهاء فترة العقد المؤقت للسكن ضمن مدة الترسيخ التي تستغرق عامين فقط. وكان تقرير سابق للكومبس تحدث عن اضطرار نحو 15 شخصاً في سولنا إلى وضع الخيام في الشارع بعد إخلائهم من الشقق التي كانوا يسكنونها. في مقاطعة ستوكهولم التي تشهد معظم بلدياتها وضعا صعبا في الإسكان، فإن الأمر يبدو خانقا أيضا للوافدين الجدد، حيث يحصل الغالبية على عقود إيجار محدودة الزمن، ومن غير الواضح ما قد يحصل لهم بعد ذلك. محاكمة قيادي في حزب سفاريا ديمقراطنا المعادي للمهاجرين في مقاطعة بليكينغ بسبب نشره تعليقا مسيئا ضد المسلمين على الموقع الإلكتروني للحزب حسب ما ذكرت صحيفة مقاطعة بليكينغ. المدعي العام رأى أن تعليق القيادي الذي يشغل منصبا في المجلس البلدي يتضمن محتوى يشير إلى أن المسلمين يستحقون اللوم من خلال تصويرهم كإرهابيين ومضطهدين للنساء. من جهته نفى القيادي في سفاريا ديمقراطنا التهم الموجهة إليه، وقال للصحيفة إنه ينظر إلى تلك الاتهامات على أنها بلاغ سياسي، لأن الشكوى التي رفعت ضده إلى الشرطة قدمت حسب زعمه من قبل سياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. استطلاع جديد للرأي أجراه معهد إنيزيو يظهر تراجعا في شعبية حزب المحافظين وتقدم في شعبية حزب الوساطة، وذلك بعد 8 أسابيع من إجراء الانتخابات السويدية. تأتي هذه النتائج في الوقت الذي ينتظر فيه رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون التصويت في البرلمان الأربعاء المقبل على تسلمه رئاسة الحكومة الجديدة. تعليقا على نتائج الاستطلاع، رأت أني لوف رئيسة حزب الوسط في حديث لصحيفة أفتون بلادت أنه في هذا الوضع المضطرب الذي نشهده حاليا نقدر أن شعبيتنا تتقدم وأننا ملتزمون بتطبيق برامجنا التي طرحناها قبل الانتخابات. حزب المحافظين من جهته سيقدم الخريف الجاري مقترح الميزانية إلى البرلمان منفردا وبعيدا عن التحالف حسب ما قال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون والمتحدثة السياسية الاقتصادية للحزب إليزابيث سفانسون لصحيفة داغنز إندستري. المقترح سيركز بشكل أساسي على توفير المزيد من عناصر الشرطة وتحقيق تكامل أفضل ورعاية صحية يسهل الوصول إليها. حسب كريسترسون فإن الحزب كان يود تقديم مقترح ميزانية مشتركة تعكس سياسة أحزاب التحالف تحالف من الوسط، لكن إن لم يكن ذلك ممكنا فإن الحزب سوف يقدم ميزانيته لوحده والتي لن تكون حسب قوله خالية من سياسات الأحزاب التي تمثلها. قانون الجرائم الجنسية الجديد الذي يشترط موافقة الطرفين على إقامة علاقة جنسية ساهم في إدانة العديد من الحالات بحسب المراجعة التي قام بها راديو السويد. المدعية العامة كريستينا فويغيت أوضحت للراديو أن هناك خطة جديدة بالكامل، فبالنسبة للحالات التي يتم الحكم فيها الآن
كان يمكن اعتبارها في السابق وكحد أعلى بمثابة تحرش أو مضايقة جنسية، لكنها تعتبر الآن اغتصابا وفقا للقانون الجديد. يشترط القانون الجديد توفر موافقة كلا الطرفين على إقامة العلاقة الجنسية، فيما كان مثل هذا التجديد القانوني يتطلب في السابق حصول تهديد أو حتى عنف. السويد تزيد من مساهمتها في صندوق منظمة الصحة العالمية للكوارث بعد قرار الحكومة تخصيص مبلغ 40 مليون كرون لذلك الأمر. الغرض من صندوق المنظمة لإدارة الأزمات هو اتخاذ التدابير اللازمة وبشكل سريع في حال تفشي الأمراض المعدية، وكان تم إطلاق الصندوق في العام 2015 بعد انتشار فيروس الإيبولا. وحسب وزيرة المساعدات الاجتماعية أنيكا ستراندهيل، فإن تفشي الإيبولا على نطاق واسع أظهر وبوضوح ضرورة أن تكون السويد قادرة في التعامل مع الأزمات المتعلقة بالصحة. أنتقل بكم الآن إلى آخر درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد. كان هذا كل ما لدي في نشرة الكومبس لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستري بول، اس اي موبلر، دينتالي، فيمتو.